مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم. هذه الصورة نشاهد صورة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، وهو مؤسس إمارة شرق الأردن. توجه الأمير عبد الله بن عبد الله طيب الله ثراه إلى الأردن، فاستقبله الأردنيون جميعا وطلبوا إليه أن يبقى في الأردن وبايعوه ليكون أميرا عليهم، فقام بتأسيس إمارة شرق الأردن. من الذي أسس إمارة شرق الأردن؟ إنه الملك عبد الله الأول ابن الحسين، وقد كان أميرا عليها ثم قام ثم أصبح ملكا. من الذين بايعوا الأمير عبد الله الأول؟ إنهم الأردنيون. المملكة الأردنية الهاشمية. يتضمن اسم المملكة الأردنية الهاشمية لفظ الأردنية، وهو تيمنا باسم نهر الأردن الخالد، في حين تصف لفظة المملكة وهي نظام الحكم في الدولة، وهو نظام ملكي. نظام ملكي أي نلقب الملك هو ملك وليس رئيس، نقول له ملك لأنها تقوم على النظام المملكة الأردنية الهاشمية، نظام الحكم فيها هو ملكي وراثي. أما لفظ الهاشمية فتشير إلى نسب العائلة الشريفة الحاكمة، وهو هاشم من قبيلة قصي، الجد الأكبر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يا ثاني، المملكة وهي المملكة الأردنية الهاشمية، الأردنية تيمنا بنهر الأردن، المملكة نظام الحكم في الأردن هو نظام ملكي وراثي. ملكي أي نقول ملك، وراثي أي أن الأب يورث ابنه المملكة فيصبح ملكا عليها. أما لفظ الهاشمية فهي تشير إلى نسب العائلة الشريفة الحاكمة، وهو هاشم من قبيلة قصي، الجد الأكبر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.